مساء الخير واهلا وسهلا بكل اهلاويه. حلقه جديده من السادسه، تحياتي ليكم في بدايه الحلقه. بس احنا كنا لسه بنسخن، لكن المونديال واضح انه بادي نار. انجلترا النهارده بتسحق ايران بسداسيه. انا كنت حابب انها تبقى 6-1، بس هم بلغوني انها خلصت 6-2. على كل الاحوال ساوث جيت اعتقد انه وجه ضربه قاضيه لكارلوس كيروش، وانا بشوف المباراه النهارده وبتابع المباراه قلت بيني وبين نفسي بصراحه قلت الحمد لله انه الراجل ما وافقش يرجع. وسيناريو المباراه دي فكرني وانا بتابعها وبتفرج عليها بسيناريو مباراه مصر ونيجيريا، بدايه المشوار بتاعنا في بطوله امم افريقيا لو لسه فاكرين. حاله من حالات العك الكروي، تفهمش ازاي كانت ايران رايحه تواجه انجلترا بكامل نجومها اللي تالقوا، خد بالك اللي لعبوا المباراه بشكل اساسي كتيبه، واللي كانوا موجودين على الدكه بره كتيبه تانية خالص. على كل احوال سداسيه بالتاكيد تاريخيه، دفعه معنويه كبيره جدا لانجلترا في بدايه المشوار، كشرت عن انيابها بكل ما تحمله الكلمه من معاني، وبتقول انا جايه المره دي انافس بجد. سكواد انجلترا انا راهنت عليه، واحنا بنتابع او بنحلل افضل او اهم او اقوى المنتخبات المرشحه لتحقيق اللقب، وراهنت عليها وكان شكي الوحيد في ساوث جيت. لكن ساوث جيت الحقيقه النهارده ما تقدرش تمسك عليه حاجه غلط، دار المباراه بشكل اكتر من رائع، ما اكتفاش بثلاثيه كانت كافيه جدا لحسم المباراه في شوطها الاول، لا بالعكس ضغط وعمل تغييرات هجوميه ونزل فيه الفودن اللي كنت متوقع ان يبدا بيه، ولازم فيه الفودن يكون دايما في اي تشكيله بشكل اساسي، لكن هو فضل انه يكون جنبه على الدكه. دفع بجريليتش اللي كافئه واحرز الهدف السادس، ولينا وقفه النهارده مع تفصيله مهمه جدا 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 في هدف جاك جريليتش، الهدف السادس اللي احرزته انجلترا. لكن ما يفوتناش بالتاكيد نتابع النهارده في حلقتنا عوده الاهلي للتدريبات مره ثانيه، وعوده اللعيبه الدوليه اللي كانت بتشارك مع منتخب مصر في معسكر ري فيتوريا ولعبت مباراه بلجيكا، النهارده رجعوا مره ثانيه للتدريبات الجماعيه، وكله طبعا في اطار استعدادنا ان شاء الله. ما تنسوش يوم الاحد اللي جاي هنرجع نستأنف مره ثانيه النشاط ونرجع نتابع الاهلي في اول ظهور ليه بعد التوقف، هيكون مباراه الكاس ان شاء الله قدام المقاولون العرب. خلينا نروح لفاصل ونرجع ندخل في تفاصيل النهارده ونشوف معاكم كاس العالم بيحصل فيه ايه. غريبة طبعا أرقام ميسي ورونالدو في كأس العالم، اتنين من أكبر الهدافين وكانوا نجوم مرحلة طويلة جدا، مرحلة امتدت سنين وسنين كبيرة جدا، لكن أرقامهم في كأس العالم يمكن ما بتعكسش ده. اللي لفت نظري هاري كين، ولو كنت بتحسبها بالفعالية أعتقد إنه هاري كين هو أفضل الهدافين المشاركين في بطولة كأس العالم في نسخة 22 من حيث الفعالية مش من حيث عدد الأهداف، هو يمكن في المرتبة الرابعة أو الخامسة، سجل 6 أهداف لكن 6 أهداف في 6 مباريات، يعني احنا بنتكلم تقريبا على معدل هدف في كل مباراة. وبالمناسبة هاري كين هو هداف النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، لكن دي قصة الفعالية. لكن عدد الأهداف كلهم طبعا بيشاركوا في البطولة دي وكلهم عندهم قدرة على زيادة رصيدهم من الأهداف. صراع هيكون مهم جدا على لقب هداف البطولة هنعيشه، يبدو انه كمان البطولة بادية بغزارة تهديفية، يعني احنا في ماتشين عندنا 10 تجوال، يعني تقريبا بمعدل 5 أهداف في كل مباراة، ودي نسبة كبيرة جدا في مباريات بأهمية وبحجم كأس العالم. يعني أشوف وبالذات في البدايات، يعني احنا لسه زي ما قلت العجلة ما دارتش. لكن النهاردة في نقطة في منتهى الأهمية، وخليني قبل ما أروح لكأس العالم أطمنكم الأول على عودة الأهلي واستئنافه للتدريبات. النهارده طبعا الفرقه رجعت تتمرن مره ثانيه، تمرين صباحي تحت قياده مستر مارسيل كولر، والتمرين شارك فيه لاعيبه الاهلي كلهم بما فيهم الدوليين اللي كانوا غايبين الفتره الاخيره بسبب معسكر المنتخب ومشاركتهم مع المنتخب في ماتش بلجيكا. زي ما انتم شايفين طبعا سلية في الملعب، منعم في الملعب، حمدي فتحي اطمنكم هو اجهاد شديد في اجهاد انا اسف اجهاد بسيط في العضلة الخلفية، وبالتالي إن شاء الله بإذن الله النهاردة كان موجود في التمرين بس اكتفى بس بالجري حوالين الملعب، لكن إن شاء الله إصابته مش هتاخد وقت وبإذن الله يكون جاهز، ممكن يعدي ماتش المقاولين وممكن يلحق بيه، يعني على حسب طبعا مدى استجابته للبرنامج اللي محطوط له من قبل الجهاز الطبي. لكن أغلب عناصر الفريق زي ما حضراتكم شايفين شاركوا باستثناء طبعا علي معلول الموجود طبعا مع منتخب تونس في بطولة كأس العالم. طيب خلينا نروح لكاس العالم بقى وماتش انجلترا. ماتش انجلترا ليه فيه وقفتين مهمين جدا، واحد قاعده في منتهى الاهميه، الهدف المبكر يؤدي الى المتعه، دي قاعده خدها كده، المفتاح السحري
لحاله الروتين وحاله التسرع وحاله التوتر وحاله الضغط انك انت تسجل هدف، ويا سلام لو كانوا هدفين في بدايه المباراه. ده ينقلك لنوعيه ثانيه من الكواليتي، ينقلك لراحه، يعني ينقلك لانك بتتخلص من الضغوط والتوتر، وبالتالي بيبقى فيه اريحيه وبيبقى فيه متعه، وده يمكن يترجم بشكل كبير جدا في هدف جاك جريليتش السادس اللي احرزته انجلترا في مرمى ايران. تعالوا نبص كده على اللعبه دي اتلعبت ازاي. واحد، رقميا خلينا نقول انه الهدف ده كان نتاج 35 باس اتبنت بيها الهجمه اللي ادت لتسجيل جاك جريليتش الهدف السادس لانجلترا. الرقم ده على مستوى الارقام هو الرقم الاكبر في التحضير، او الجمله الاطول في التحضير لتسجيل هدف من كاس العالم 66. يعني نتكلم في 34 و22، بتتكلم في 56 سنه، نص قرن ما حصلتش الهجمه دي في ملعب كاس العالم. لكن اللي يهمني كمان في الجزئيه دي هي شكل البناء كان فين. اولا الثلاث خطوط ساهموا في طبعا في احراز الهدف، لكن لما تبص لشكل الخريطه عدد الباسات اللي اتلعبت كلها تقريبا في نص ملعب انجلترا، او اغلبها خلينا نقول مثلا تلتينها حصلوا في نص ملعب انجلترا، ثم كانت النقله السريعه جدا لجاك جريليتش اللي قدر ان هو يحرز الهدف السادس لانجلترا. اعتقد انه هدف من الاهداف اللي مش هتنسى في تاريخ المنتخب الانجليزي، زي ما في اهداف كده بنشوفها على السوشيال ميديا للاهلي فيها التيكي تاكا دي. المتعه انا ما زلت عند رايي في كره القدم مش بس في الاهداف او في لحظه احراز الهدف، المتعه هي حلاوه الاداء، المتعه انك تستمتع بتابلو بيعبر عن امكانياتك وعن قدراتك وعن مهاراتك على مدار ال 90 دقيقه كلها، مش بس نكتفي بالفرحه او بالمتعه في لحظه احراز الهدف. عندي كلام كتير جدا على ماتشات النهارده، سواء الماتش اللي اتلعب انجلترا وايران او الماتشات اللي جايه، وطبعا الماتش اللي بيتلعب يمكن دلوقتي ماتش يهمنا احنا كافارقه طبعا، السنغال في ظل غياب ساديو ماني في مواجهه الطاحونه الهولنديه، منتخب هولندا المدجج بنجوم، هنتكلم بالتفصيل على مدار الحلقه، بس تسمحوا لنا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم. بالتاكيد مع بدايه البطوله دايما الانظار بتبقى متوجهه على حامل اللقب النسخه الاخيره الديوك الفرنسيه. للاسف يمكن اتاثرت بشكل كبير جدا بغياب عدد من اكبر واهم الاسماء، بول بوجبا، نجولو كانتي، كريم بنزيما قبل بدايه البطوله، ولكن يبدو من تصريحات لوريس ومن رفض ديشان انه يستدعي مهاجم بديل لكريم بنزيما بتقول انه في ثقه يمكن تكون مبالغ فيها في النفس. خلينا ناخد راي واحد من نجوم الكره الفرنسيه، برنار كازوني، نجم طبعا منتخب فرنسا والمدير الفني السابق لفريق اولمبيك مارسيليا، وبالمناسبه هو واحد من اللاعبين اللي حققوا بطوله دوري ابطال اوروبا مع مارسيليا في بدايه التسعينيات، هو ضيفنا في السادسه من خلال الفيديو كونفرنس. بدايه طبعا نشكره على مشاركته معنا، واهلا وسهلا بيك في السادسه، برحب بيك على شاشه الاهلي. ميرسي ابو، بونسوار. شكرا جزيلا. يعني بدايه وقبل ما اتكلم في مشوار فرنسا في البطوله، خليني اخد رايك وانطباعاتك عن استضافه قطر لبطوله كاس العالم، ازاي شفت الافتتاح، ازاي شفت مباراه او ضربه البدايه بين الاكوادور وقطر، والنهارده انجلترا وايران. أعتقد أن الفرق في القارة العربية أنهم سيواجهون صعوبة في جميع المباريات ضد اللعب ضد أمريكا اللاتينية وأوروبا، ولهذا لأن المدوريات ليست بنفس القوة مثل الدول في أمريكا الجنوبية وأوروبا، ولكن اعتقد ان قطر ايضا لديهم لاعبون على مستوى جيد. يمكن تفاجئ بان قطر ستلعب بهذا الشكل. يعني يمكن ردا على الكلام ده بيحضرني الحقيقه مثال مواجهه مصر وبلجيكا، حتى وان كانت مباراه وديه قبل بطولة كاس العالم، واستطاعت منتخب مصر انه يفوز بنتيجة 2-1، فبعتقد في ماتشات كتيرة جدا ممكن كل الفوارق تدوب وتبقى 90 دقيقة يعني خارج نطاق التوقعات. سيوجد دائما مفاجآت في المباريات، نحن نرى ان المنتخب السنغالي سيلعب مباراة رائعة امام المنتخب الهولندي، اذا ومصر كانت في مواجهة السنغال في مباراة نهائية، لهذا هما فرق على مستوى كبير ويستطيعون ان تحقيق المفاجآت دائما. طيب خليني اخذ رأيك عن
الغيابات بداية، يعني بيغيب عن منتخب فرنسا في البطولة عدد من الأسماء الكبيرة، ومنهم اللي كان يعني عامل أساسي في تتويج فرنسا باللقب الأخير في روسيا 2018، نجوم زي بول بوجبا، نجولو كانتي، وأخيرا كريم بنزيما. هل تعتقد أن الأسماء دي ممكن تأثر على فرص فرنسا في الحفاظ على اللقب؟ طبعا ثلاث لاعبون لديهم الخبرة، هما حصلوا على أوروبا، بنزيما الذي حصل على العديد من الجوائز والألقاب وهو أفضل لاعب في العالم، ولهذا سيؤثر بشكل قوي على المنتخب الفرنسي. ولكن المنتخب الفرنسي في هذا التوقيت لابد أن أتأقلم مع اللاعبون المتواجدين، هم يمتلكون لاعبون رائعين ويجب أن يحققوا نتائج جيدة لأنهم لديهم لاعبون رائعين مثل مبابي، يجب أن لا ننسى مبابي. طيب قبل ما أتكلم على خط هجوم فرنسا، مين الأسماء اللي بتشوفها الأمثل أو الأنسب لتعويض غياب نجولو كانتي وبول بوجبا في خط وسط منتخب فرنسا؟ يوجد اللاعبون شباب لديهم زي شاوميني وعديد من اللاعبين الجيدين الذين لديهم العديد من الإمكانيات والمهارات، وأنهم هذه الآن فرصتهم لإثبات نفسهم في هذه المباريات، وهم لاعبون لأندية كبيرة، إذا فهم يستطيعون أن يكون في مكان جيد. ولكن طبعا الخبرة قد تفرق، ولكن سوف نرى إذا كانوا يستطيعون أن يؤدوا بنفس الأداء الذي يؤديه اللاعبون الذين غابوا. ولكن يوجد ايضا لاعبون جيدين مثل جيرو، ومنتخب فرنسا يمتلك لاعبون رائعون في خط الهجوم. كان قرار ديدي ديشان انه ما يستبدلش او ما يستدعيش لاعب بديلا لكريم بنزيما مثار تساؤلات وفي نفس الوقت مثار انتقادات كثيره جدا، والبعض يراها مغامره غير محسوبه، هل بتتفق ام بتختلف مع ديدي ديشان في النقطه دي تحديدا؟ ديشان، يجب أن أقول لكم مدرب ديشان هو مدرب كبير حصل على 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 ألقاب كثيرة، ولهذا أعتقد أنه هو يستطيع، لديه كلمة، هو دائما ما سيكون محل نقد من هذا الطبيعي، وسنرى النتائج ما ستحدث. لكن اسمح لي في الجزئية دي تحديدا، البعض بيعتبرها مغامرة غير محسوبة، يعني اسمح لي، وارد جدا في بطولة مجمعة بحجم كأس العالم انه قد يصاب لاعب فيخرج من الحسابات، وقد يطرد لاعب اخر في مباراة وتبحث عن بديل فلا تجد، يعني كان من الوارد ومن الافضل استدعاء، واعتقد انه فرنسا مليئة بالنجوم اللي ممكن تملا او تكون بديل لكريم بنزيما. ولكن لماذا لا يجب ان يعني يستبدل اللاعبين؟ اعتقد انه يرى الاهم هو جوده اللاعبين، وفي النهايه هو وقراره، ويجب احترام قراره. هو يمتلك الخبرات الكبيره وحصل على لقب، ولهذا يجب اعطائه الثقه. ودائما ما نتحدث، واذا فاز سنقول انه كان على اختياراته جيده، واذا هزم سنقول هزم. تعتقد ان فوز ديشان بالبطوله او باللقب، تحقيق اللقب مع منتخب فرنسا، هو الضمان الوحيد لاستمراره، وانه كل الامور يمكن قبل البطوله بتقول انه دي نهايه مشوار ديدي ديشان مع منتخب الفرنسي؟ طبعا اذا فاز بلقب اخر مع منتخب فرنسي سوف سيفعلون له تمثال في فرنسا، هو في هذا الوقت سيستحق هذا. في كل البطولات ستكون صعبه جدا، ولكن هو ليس الفريق الافضل الذي يفوز دائما، الفريق الذي يمتلك اللاعبين الافضل ليس هو الفريق الذي يفوز دائما، الفريق الذي يكون في افضل وقت التركيز، الفريق الذي يمتلك العديد من الـ من الـ من الخبرات، ومع عامل التوفيق ما يفعل الفارق في واللاعبون الذين يشاركون في بطولات كثيره ليس معنى انهم الافضل، هو فقط جوده اللاعبين ما تؤدي، ليس عن العدد، ولكن نتحدث فقط عن اللاعبين المميزين. طيب خلينا نروح لبدايه المشوار، خلينا نروح لبداية مشوار فرنسا في البطولة والمجموعة اللي تعتبر سهلة نسبيا مقارنة بالمجموعات الأخرى، بنتكلم على مجموعة فيها فرنسا والدنمارك وتونس وأستراليا.
هل بتشوف عشاق المنتخب الفرنسي تعودوا الحقيقه على مفاجآت غير ساره دايما في الاضواء او في البدايات، هل بتشوف ان المجموعه سهله فعلا وبتتفق على انه المنتخب الفرنسي ضمن مكانه في التاهل لدور ال 16، ولا بتشوف ان في مواجهات ممكن تكون صعبه على فريق ديدييه ديشان؟ كل المجموعات هو الماتش الذي يحدد، لأن كل المباريات صعبة. إذا كان الفريق الفرنسي يتمنى أن يستكمل مشواره، هو عليه أن يؤدي بشكل قوي، لأنك إذا واجهت السنغال لعبت أمام هولندا ورأناها أنها أدت العديد من المشاكل أمام المنتخب الهندي وكانت أفضل من المنتخب الهندي. ولكن لا يوجد ماتش سهل، لا يوجد أن نقول أن في مباراة سهلة. نسخة فريق قوي جدا. نسخة 22 أو المجموعة اللي معها فرنسا في 22، مين ترشحه كمنتخب أنه يصعد مع فرنسا لدور ال 16 من المنتخبات الثلاثة؟ إذا ما صعدت فرنسا يعني. أعتقد الدنمارك أفضل فريقين فرنسا والدنمارك هم الأقرب، ولكن يجب أن نتوقع المفاجآت. نعم، يوجد دائما الشروط والإمكانيات، اللاعبون الأفضل يصنعون الفريق طبعا، ولكن مستوى اللاعبين سيحدد في هذه المجموعه. تصريحات ايجو لوريس حارس مرمى منتخب فرنسا وكلامه على انه المجموعه الحاليه من اللاعبين افضل من المجموعه اللي فازت او اللي حققت اللقب سنه 2018، هل بتشوف لي فارق كبير من ناحيه الاسماء من ناحيه الكواليتي في منتخب فرنسا؟ ومن وجهه نظرك ايه حظوظ المنتخب الفرنسي في تحقيق اللقب السنه دي؟ طبعا هم لديهم الافضليه، المنتخب الفرنسي مثل الارجنتين مثل البرازيل، المنتخب الفرنسي لديه نفس الحظوظ ولديه الافضليه مثل هذه الفرق، ولكن هي جوده اللاعبين وادائهم في المباريات وحالتهم الفنيه، لكن لان يوجد ماتش مباراه واحده قد تفصلك وتخرجك من البطوله، ولهذا الفريق الذي يفعل المجهود الافضل افضل ويستطيع ان يحافظ على التركيز هو من سيفوز. اذا ما وصلت فرنسا للمباراه النهائيه، مين الفريق اللي تفضل انك انت تواجهه في نهائي كاس العالم؟ اعتقد سيكون البرازيل والارجنتين وممكن الكرواتيا ايضا مع مودريتش، يوجد العديد من الفرق وانجلترا ايضا، هو فريق جيد جدا وكان وصل الى قبل النهائي في دوري في كاس امبريا، هذا يوجد العديد من الفرق الصعبه، ولهذا اعتقد ان هذا مفتوح للجميع، وسوف نرى من دور الثمانيه ماذا سيحدث، سنحدد على هذا الشكل. بعيدا عن الكره الفرنسيه، يمكن البطوله الاخيره لاثنين من اهم الاسماء في عالم كره القدم في العشر سنوات الاخيره، كلام على ليو ميسي على كريستيانو رونالدو، الاثنين حاضرين مع منتخباتهم، مين الافضل ومين القادر على انه يساعد منتخبه في الوصول للتتويج باللقب؟ اعتقد ان ميسي يمر بفترة رائعة مع باريس سان جيرمان، يوجد له سنة من التوقع والاداء الجيد مع المنتخب الفرنسي، اعتقد انه الافضل. كريستيانو رونالدو ليس على نفس حالته، انه لا يشارك، لديه العديد من المشاكل مع فريقه، هو لا يستطيع ان يعطي 100% من مستواه الذي تبنى عليه، واعتقد ان ميسي هو من سيكون اللاعب الرائع للبطوله، لانه في فورمه رائعه، اعتقد هذا ما يفضله عن رونالدو. مسيو كازوني، هسيب ملف كاس العالم خالص وارجع بيك فلاش باك كده، 29 سنه فاتت كنت واحد من افراد الجيل اللي حاول اولمبيك مارساي بطوله دوري ابطال اوروبا سنه 93 على ما اتذكر، ومن ساعتها غابت الانديه الفرنسيه عن منصات التتويج، ايه السبب في ده من وجهه نظرك؟ وامتى كمان ممكن نشوف مارسيليا وبي اس جي بيرجعوا مره ثانيه للتتويج ببطولات اوروبيه؟
أعتقد أن الآن باريس فقط هي من تستطيع أن تشارك وأن تؤدي وأن تنافس. هو الفريق الوحيد، باريس تمتلك مبابي وميسي وتمتلك عدد اللاعبين الكبار ودوناروما. يوجد فقط باريس الفريق الوحيد المرشح أن يحصل على دوري، لا يوجد فريق آخر، لأنهم هم فقط لأنهم لديهم الإمكانيات المادية، هم يستطيعون أن يجلبون لاعبون أكبر وأكثر مما يمتلكون. وبالرغم من هذا لم يحصلوا على دوري الأبطال حتى الآن. أعتقد لهذا أعتقد أن باريس سان جيرمان بعد كل هذه الإمكانيات المادية لم تفوز، ولكن هو سيبقى هو الفريق الوحيد المرشح لفرنسا. هم يمتلكون المدرب الأفضل، اللاعبون الأفضل، ولهذا يجب أن يحصل على البطولة. ولهذا مارسيليا من الصعب أن تحصل على اللقب، لأن ليس لديها الإمكانيات التي تؤهلها لتفوز بدوري أبطال أوروبا. مثل ريال مدريد استطاعت أن تفوز بريال مدريد الخامسة والسادسة متتالية في وقت قليل. أنهم لاعبون ليس فقط عن طريق المال، هم لاعبون يمتلكون الرغبة في الفوز، والروح الفريق متواجدة دائما في ريال مدريد. ولهذا باريس سان جيرمان تستطيع أن تمتلك تحتاج أن تمتلك الإمكانيات المادية ومعها الإمكانيات الفنية. بمناسبة ريال مدريد، وقبل ما أختم لقائي معك، يمكن بعض الصحف أو بعض وسائل الإعلام في فرنسا حملت المسؤولين او حملت اداره ريال مدريد المسؤوليه في اصابه كريم بنزيما وابتعاده عن كاس العالم. هل بتشوف انه يعني وجهه النظر دي انت معاها او ضدها؟ وهل كان للمسؤولين في ريال مدريد دخل في استبعاد بنزيما من سكواد فرنسا في البطوله؟ أعتذر، لم أفهم السؤال بشكل. حضرتك تتحدث عن كريم بنزيما ومشاركته مع ريال مدريد؟ طيب، تحت شعار ليلي بلو، انا واثق ان عشاق المنتخب الفرنسي في المنطقه هيتابعوا بشغف جدا مشوار الديوك الفرنسيه في كاس العالم. كل التوفيق بنتمناه لكم طبعا، ونتمنى نشوف ونتابع نجوم المنتخب الفرنسي بيتالقوا في قطر. شكرا جزيلا برنار كازوني، نجم الكره الفرنسيه ونجم نادي اولمبيك مارسي، كان ضيفنا في السادسه. فرنسا لسه ما ابتدتش المشوار، لكن مجموعتها تعتبر مقارنه مثلا بمجموعات زي مجموعه اسبانيا، المانيا، البرازيل، تعتبر الى حد ما مجموعه صعبه، مجموعه سهله، بس في النهايه هو حامل اللقب وهو الفريق اللي فيه عدد كبير جدا من النجوم على اعلى مستوى في كل خطوطه، وبالتالي الكل ينتظر مشوار بدايه فرنسا في كاس العالم. خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم السادسه. تقدر تقول انه مفيش تكافؤ، مفيش توازن في الماتشات اللي حصلت، يعني سواء امبارح الاكوادور قدام قطر، وتوقعنا ان قطر على ارضها وبين جمهورها وفي كاس العالم وفي الافتتاح هتكون ند قوي لفريق مش يعني من الفرق الثقيله، يعني اكوادور امريكا اللاتينيه موافقك، لكن ما هوش البرازيل، ما هوش الارجنتين في النهايه. والنهارده حتى كمان ايران في مواجهه انجلترا، وانجلترا واحده من القوى العظمى او واحده من الفرق المرشحه للفوز بالبطوله، لان عندها سكواد على اعلى مستوى، والكره في انجلترا تطورت بشكل كبير جدا في السنين الاخيره، لكن ما كانش مفروض ان يبقى فيه الفوارق الكبيره ولا السكور كبير في مباراه كاس عالم بين انجلترا وايران. هل ده او السيناريو ده هيستمر؟ وهل السنغال ممكن تكسر ده قدام هولندا النهارده؟ خلينا نسال ضيفنا محلل الكره العالميه نادر شعبان اللي بيشرفنا النهارده، وهنستعرض معاه المجموعتين الخمسة والسادسة، ونشوف فرص المنتخبات العربية والإفريقية فيهم عاملة إزاي، ومين أبرز المرشحين للتأهل عن المجموعتين دول. بس قبل كل الكلام ده نقول له أهلا وسهلا، منور السادسة، وأهلا بيك يا نادر. حبيبي أبو حميد، أنا مبسوط جدا إني طالع معاك. منور الدنيا حبيبي، بنورك. طيب خلينا يعني نلم بسرعة للافتتاح ومباراة أولى ومباراة تانية. شفت الأول الافتتاح إزاي؟ شفت شكل الدنيا في 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 أول أيام كأس العالم إزاي؟ بص، كان يعني الافتتاح كان مبهر طبعا. شفنا افتتاح عظيم بالنسبه لمنتخب قطر ولدوله قطر بشكل عام، والافتتاح كان منظم وردا على كل الانتقادات اللي كانت بتطول قطر الفتره اللي فاتت، وظهر فيه كل حاجه احنا عايزين نشوفها كعرب. ولكن الموضوع كان مختلف تماما بعد صفيره ارزاتو حكم المباراه. الموضوع اختلف، فكره ان منتخب قطر اللي انا شخصيا
كنتش متوقع ده، وكان الموضوع مفاجئ بالنسبه لي، لان منتخب قطر على مدار الكام سنه اللي فاتوا تحديدا اخر سنتين او ثلاث سنين بيتطور جدا، بيتطور، وكاس العرب الاخير خارج بالعافيه قدام الجزائر، قبلها كان بطل اسيا في 2019، كوبا امريكا لما لعب في كوبا امريكا، لعب حتى في تصفيات اوروبا، كان بيقدم مستويات عنده مميزة، تجربه جدا واحتكاك على اعلى مستوى يعني. بس كانت عندي مشكله في الموضوع ده، هي فكره ان الاحتكاك ده بيكون في اوقات معينه في معسكرات معينه، سواء زي ما قلنا في البطولات اللي احنا ذكرناها، ولكن اللعيبه نفسها معظمها بيلعب في الدوري القطري، اللعيبه ما عندهاش الاحتكاك القوي بالفرق الاوروبيه او بالفرق الامريكيه الجنوبيه او على المستوى الدولي بشكل عام. فده ظهر بعد لما شفنا الحكم صفر وبدايه المباراه، شفنا ده الموضوع اختلف تماما مع بدايه المباراه، اللعيبه كانت خايفه، تحس ان هم حسوا ان الموضوع كبير عليهم. هو يمكن يكون فكره انه فيليكس سانشيز ما قدرش يعد نفسيا معنويا ونفسيا بالزبط. يعني دايما فكره الحافز، لان خد بالك انا من مدرسه انه الكره في الملعب اول ما ال11 بينزلوا قصاد ال11 كل الفوارق والتاريخ بالزبط. والارقام والقيمه التسويقيه والحاجات دي كلها بتتنسي، وكل مباراه ليها سيناريو مختلف تماما عن المباراه اللي قبلها. فبالتالي هو الاعداد النفسي والتجهيز المعنوي للفريق ما اعتقدش انه كان في احسن مستويات. بالظبط، دي حقيقه، وده كلام، وده كان ظاهر حتى على اللعيبه نفسها، رياكشنات وشهم، رياكشناتهم هم مع بعض، كلامهم مع بعض، تحس ان هم كانوا تايهين. وعلى العكس تماما الاكوادور، على العكس تماما بالزبط. يعني تحس انه الفريق نازل المباراه 90 دقيقه فول باور، قمه التركيز، الروح، كل ال11 في اعلى مستوياتها، تحس انه يعني على عكس الاكوادور بشكل عام يا احمد. الفترات اللي فاتت هو منتخب يعني بيتواجد في كاس العالم من حين لاخر، بس الاكوادور فكره انه متاهل اصلا من 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 قاره ما تاهلش منها منتخب زي منتخب تشيلي، فمعنى كده ان هو منتخب قوي جاي. مش قليل، منتخب كولومبيا. لا والله ده انا بشوف الماتش امبارح يا نادر، قلت انه احنا لا لازم نبص بالزبط. على كانديه مصريه يعني دي حقيقة. على سوق زي سوق الاكوادور، لعيبه امبارح الكاليبر او الكواليتي كمان لا يعني ممكن تلاقي فيه دي حقيقة جمده. واحنا الحمد لله في الاهلي يعني ماشيين في السياسه دي، وبنبدا نبص بره بشكل كبير، وارتبطت اسماء كتير بينا، ونتمنى يعني الفتره اللي جايه يحصل ده. بس في حاجه في منتخب الاكوادور نفسه، ان كنا دايما بنشوف المنتخبات الامريكيه الجنوبيه اصلا بشكل عام بتعتمد على السرعات بشكل اكبر، بس شفنا منتخب الاكوادور منتخب منظم، بيعرف يخرج بالكره كويس، التحولات عندهم مميزه جدا، بيعتمدوا على عنصر الخبره اللي في الفريق اللي هو انر فالنسيا، مهاجم الفريق اللي لعب في ويست هام ولعب في ايفرتون في الدوري الانجليزي، قوي جدا، سجل هدفين جدا. كان هيجيب هاتريك، والهدف الثاني ده هدف صعب جدا، دي حقيقة. هدف دي حقيقة. صعب جدا على اي مهاجم، يعني لازم هيدر يعني على اعلى مستوى عشان يجيب كوره من الناحيه دي في الزاويه دي بالقوه دي. لا حقيقة. طبعا اشهد له بصراحه، دي حقيقه فعلا. انا لما شفتها فكرني بفلافيو، الاهداف بتاعت ناس فلافيو. كتير على فكره قالت فلافيو دي اهداف فلافيو، دي كور فلافيو، مش بنشوفها غير من فلافيو بس. فدي حاجه من الحاجات اللي كانت سلبيه لمنتخب قطر، الفكره انك انت بتخسر من الاكوادور، فهو الحلقه الاضعف في الثلاثي بالنسبه للسنغال وهولندا. طبعا طبعا انت معاك الفرقتين دول كده يعني. كده ناس كتير بتقول ان قطر فرصتها باتت ضعيفه، معدومه جدا. تكاد تكون معدومه فعلا، رغم ان انا شخصيا بعد اصابه ساديو ماني لما كان حد بيسالني ترشح مين اللي يتاهل للمجموعه الاولى كنت بقول هولندا وقطر. انا اتفاجئت، بقيت صدمت، مش اتفاجئت، لان زي ما بقول لك انا كنت برشحهم على السنغال بعد اصابه ساديو ماني. منتخب الاكوادور الحقيقه شايف ليه الناس شايفه السنغال بس ساديو ماني، مع ان انا شايف انه السنغال من غير ساديو ماني برضه في منتهى القوه. دي برضه يعني وجهه نظري اختلفت قبل ما اطلع معاك بشويه، لما اتفرجت على شويه من الشوط الاول من مباراه السنغال، بيقدموا جيم عظيم، مش خايفين. اللي انت قلته من شويه هو اللي عملوه، اللي هو الماتش بدا احنا 11 ضد 11، انا بقى مش فارق معايا انت هولندا، انت اسمك ايه، انت متباع بكام، انت بتلعب فين، دي قصه ما تلزمنيش. انا السنغال على فكره ده كان واحده من الحاجات المؤثره جدا في ماتش مصر وبلجيكا، دي حقيقه، دي يعني حقيقة. يعني لو كانت الرهبه موجوده سيبك من النتيجه ما كانتش تفرق معايا، كان يهمني اكتر فكره مستوى الاداء، فكره انك انت تنزل تلعب كورتك بصرف النظر بتواجه مين. حتى يعني بعد ما سجلت الهدف الاول انت ما ركنتش وخفت، لا كنت بتلعب على التحولات، وبتلعب منتخب بلجيكا اللي يعني في البطوله بشكل اكبر. لما روي فيتوريا لعب عليها، انا شخصيا قبل المباراه انا كنت واثق ان احنا نقدم مباراه هجوميه مميزه عليهم، لان معدل الاعمار في وسط الملعب والدفاع عند منتخب بلجيكا، فيرتونخن واردن فيلد بنشوفهم من ايام ما قالوا يلا نعمل منتخب بلجيكا، وطبعا كان جنبهم فينسنت كومباني، بس الثنائي ده كبر في السن، مشي من توتنهام، مشي من الدوري الانجليزي بشكل عام اصلا، فالموضوع بيكون صعب انك انت تجاري السرعات، واحنا قدرنا ان احنا نعتمد على السرعات، وقدرنا ان احنا نسجل فيهم هدفين. هو كتر خيره بس اكرم توفيق برضه قفل عندهم، يعني قفل عليهم ميه والنور في الحته اليمين دي حقيقه.
يعني لعب على بيلعب على مين ده؟ ايدن هازارد وكراسكو ورمالو دي بروين كمان يعني. رمالو دي بروين في الشوط الثاني الناحيه دي، بس الحمد لله يعني الحمد اكرم لله. كان اداك العاده. طيب اروح معاك سريعا لماتش النهارده، هزيمه يعني مدويه، يعني مباراه افتتاحيه في كاس العالم، اعتقد انها نتيجه تقيله جدا، يتحمل مسؤوليتها في المقام الاول. انا ما شفتش منتخب ايران قبل البطوله بصراحه، بس مهما كان ما اعتقدش انه منتخب وصل لكاس عالم يشيل 6 في اول مباراه. واعتقد انه كيروش حاطط بصمته في يعني في الماتش ده بما لا يدع مجال للشك. يعني هو يعني ايران بشكل عام بتعاني بمشاكل داخليه، مشاكل سياسيه الفتره اللي فاتت، ده مأثر بشكل كبير على مستوى المنتخب. قائد الفريق صادق قال كلام النهارده الصبح او امبارح في المؤتمر الصحفي ان هو قلبا وقالبا مع الشعب الايراني ضد حكومه ايران. في نفس الوقت اللعيبه اساسا في النشيد الوطني ما كانوش بيرددوا النشيد اعتراضا على ما يحدث في ايران الايام الاخيره، ولكن ده برضو اثر عليهم في الملعب، بس برضو ما خسرش 6. تعال نبص على منتخب انجلترا اصلا بشكل عام. هو منتخب انجلترا نازل من الدقيقه الاولى فرض اسلوبه يعني ماسك كل شبر في الملعب ومغطيه بلعيبه. هو ساوث جيت بصراحه محظوظ. هو دي يعني حقيقة. انا ما شفتش انجلترا عندها سكواد زي ده دي حقيقة. من سنين كتيره جدا دي حقيقة. يعني فعلا. تحتار تحط مين ولا مين يعني. ده قعد في الفودن بره بالظبط، في الفودن واحد من افضل المواهب موجوده في العالم طبعا يعني. وهاري ويلسون واحد من الهدافين اللي موجودين مش عارف ينزل امتى، وماركوس راشفورد بتطلع مين عشان تنزل مين بالظبط يعني. ساكا خرج في الدقيقه 70 هو جايب جونين، ونزل مكانه ماركوس راشفورد سجل في الدقيقه 71 سجل. هو محظوظ فعلا ساوث جيت. انا شايف ان منتخب ايران يعني هي البطوله بالنسبه له مشاركه مش اكتر. المشاركه اللي كانت مع كارلوس كيروش برضو بس في 2018 كانت مشاركه مميزه وعملوا نتائج مميزه وكسبوا المغرب طبعا بهدف اون جول في المباراه الاولى، بس بشكل عام كان مقدم مستويات افضل اكيد من اللي ظهر النهارده. انا شايف ان ده ان المشاكل الداخليه اثرت على منتخب ايران، بس فكرة النتيجة نفسها انا لو هبص على الجانب السلبي هم معاهم لسه معهم ويلز امريكا ويلز هيلعبوا النهارده بالليل بس تعتقد ان فرصهم ما زالت يعني على عكس من قطر مثلا بنقول ان خسارتها امام اكوادور صعبت قوي فرصها، لكن خساره ايران من انجلترا ما اعتقدش انها قضت على امال المنتخب الايراني في البطوله، لانه ما اعتقدش برضو ان امريكا يعني امريكا طبعا منتخب قوي وويلز مش هقول منتخب ضعيف، لكن في النهايه كل الاحتمالات وارده. اقصد اقول مظبوط وكمان النتيجه بتاعت النهارده هتحدد يعني لو خلص التعادل هيبقى فيها شويه ان انا ممكن يعني الماتشين اللي جايين هيبقى قدام الفرقتين دول منتخب ايران يقدر ان هو يستفيق من مباراه انجلترا، خصوصا ان منتخب امريكا بشكل عام في تجديد دماء بشكل كبير. اللعيبه اللي كانت موجوده المشهورين واللي نعرفهم في منتخب امريكا ما بقوش موجودين شويه، موجودين دلوقتي سيرجينيو ديست بتاع ميلان هو ديست اشهرهم متهيألي، ويستون ماكيني كمان يوفنتوس وكريستيان بوليزيتش تشيلسي، بس الثلاثه بصراحه السنه دي بيقدموا اسوأ مستويات بشكل عام يعني. ومنتخب ويلز جاريس بيل بيلعب دلوقتي في الدوري الامريكي اصلا، ومنتخب بشكل عام ارون رامسي بيلعب في سيلتيك تقريبا او رينجرز الاسكتلندي، فالفرص ما زالت قائمه زي ما انت قلت فعلا، مش زي منتخب مجموعة لسه بدري على نراجع معاك ونستعرض كده شكل المجموعه اي المجموعه اللي فيها منتخبات اسبانيا كوستاريكا المانيا اليابان، واحده من المجموعات اللي تركيبتها صعبه دي حقيقة. وكان الله في عون كوستاريكا واليابان طبعا لان معاهم اثنين عتاوله كبار جدا اسبانيا والمانيا، واعتقد ان الاثنين مرشحين ان هم يروحوا لبعيد، مش هقول مرشحين لللقب، المانيا مرشح لللقب، المانيا دايما كانت كويسه كانت وحشه عندهم تفهمش الالمان دول ليهم كده طريقه معينه، كان المنتخب في حالته كان فايق نتائجه تبقى وحشه قبل البطوله يخش البطوله يكسر الموضوع الدنيا مختلف. بس المانيا واسبانيا يمكن قرايتك دي للمجموعه دي ازاي، وهل بتشوف ان كوستاريكا او اليابان يقدروا يقربوا من او ياخدوا فرصه تاهل على حساب واحد من الكبار؟ هقول لك هبدا كلامي بتصريحات فيران توريس امبارح، كان بيتكلم ان البطوله بشكل عام بطولات كاس العالم تحديدا، قال الجمله حرفيا ان لو كان حد متوقع في 2018 ان منتخب كرواتيا كان يوصل فاينل كانت الناس هتقول عليه مجنون، بس منتخب كرواتيا وصل فاينل ومخرج منتخب انجلترا ولعب 3 ماتشات 120 دقيقه ولكن الفكره ان المجموعه صعبه يعني، خلينا نكون متفقين احنا ما نعرفش ايه اللي هيحصل، احنا زي ما احنا كنا بنتكلم دلوقتي ان في اوقات كتيره جدا فرنسا كانت حامل لقب في بطوله وفي البطوله بعدها خرجت من دور المجموعات، المانيا نفسها واسبانيا نفسها اسبانيا كانت حامل لقب 10 خرجت 14 المانيا 14 خرجت 18
هي لعنه الحمل اللقب. ربنا يستر على فرنسا بقى في ظل الاصابات دي ما تكونش هي كمان لسه كان معانا برنار كازوني نجم مارسيليا ونجم فرنسا في التسعينات، كان بيقول انه يعني انه بيراهن بقوه، وتصريحات تيجو لوريس حارس مرمى فرنسا النهارده يقول لك لا احنا السكواد بتاعنا السنه دي احسن من السكواد اللي حقق اللقب في 2018. هو احسن كان من غير الاصابات، بس بعد الاصابات هو لسه ما زال منتخب فرنسا، بس فكره انك من غير نجولو كانتي وبوجبا في وسط الملعب وفاران لسه مش كامل بدنيا وكمان طيب يلا نستعرض منتخب منتخب. تمام. البدايه هتبقى مع منتخب اسبانيا. نروح لمنتخب اسبانيا، اتفضل. منتخب اسبانيا طبعا بتجديد الدماء مع لويس انريكي بشكل عام، 52 سنة بيلعب طريقة لعب المعروفة على لويس انريكي بشكل عام، والتيكي تاكا بال 4-3-3. القيمة التسويقية 877 مليون، رقم كبير برضه، مليون يورو، المنتخبات الكبيرة تسويقيا يعني. بالظبط. ونجم الفريق طبعا الفارو موراتا، واحد من اللعيبة المميزة، ولكن مش الفارو موراتا فقط، لكن في أكتر من لاعب كمان في منتخب اسبانيا يقدر ان هو يصنع الفارق في البطولة. صحيح. بشكل عام تصنيفه العالمي تصنيف سابع على العالم طبعا، برضو واحد من منتخبات الرانكينج العالي. بالظبط. وطبعا مش زي، انا متفق معاك كمان، مش بس الفارو موراتا، في فيران توريس، في بيدري، سوفاتي، بيدري، جافي، في لعيبه كتير ومعظمهم شباب صغيرين، ودي سياسه لويس انريكي بشكل عام مع منتخب اسبانيا. هرجع لمنتخب اسبانيا بالتفصيل والمواجهات، بس خلينا نروح للمنتخب الثاني في نفس المجموعه بعد اسبانيا. عندنا منتخب كوستاريكا، المدرب لويس فرناندو سواريز، 62 سنه، طريقة لعبه طبعا ال 4-4-2، القيمة التسويقية 18-75 مليون. طبعا أبرزهم كيلور نافاز، هو أفضل الحراس، التصنيف 31 على العالم. منتخب كوستاريكا يعني بيأمل أن هو يكرر نفس اللي حصل في 2014، كان معاه ساعتها أوروجواي وإيطاليا وإنجلترا وصعد أول، وأوروجواي صعد الثاني لما إيطاليا ساعت عدت سواريز، لما أوكي. إيطاليا وإنجلترا خرج كليني وسواريز. بالظبط. فهو يأمل إن هو يحقق نفس اللي حصل في لقطات كده ما تتنسيش في كأس العالم زي ما تيراتسي وزيدان كده مثلا. بالظبط. نروح للمنتخب الثالث، منتخب ألمانيا. منتخب ألمانيا طبعا هانز فليك، مدرب بايرن ميونخ السابق واللي حقق إنجازات كبيرة مع بايرن، 57 سنة، بيلعب بال 4-2-3-1، واللي في الأغلب بيكون الواحد ده هو شادو سترايكر أكتر ما هو سترايكر. قيمة تسويقية كبيرة طبعا، من أكبر الفرق اللي في المنتخبات اللي في البطولة عندهم قيمة تسويقية، هو 885 مليون يورو، التصنيف 11 على العالم، وكمان نجمه ليرو ساني وتوماس مولر ولعيبة كتير، بس أبرزهم ممكن الناس اللي مستنية منه ساني. وجنابري أعتقد، وجنابري طبعا، وجنابري لعيب مهم جدا، وجوشوا كيميتش أنا بالنسبة لي وكيميتش يعني طبعا نجم الفريق طبعا. طيب نروح لآخر منتخبات المجموعة، الكمبيوتر الياباني، منتخب اليابان. هاجيمي مورياسو، 54 سنة، مدربهم بيلعب بطريقة لعب 4-4-2 اللي هي طبيعية لمعظم فرق آسيا بشكل عام يعني. 154 مليون يورو القيمة التسويقية، 24 التصنيف بتاعهم العالمي، ومايا يوشيدا أحد نجوم الفريق، هو طبعا يعني ليه تاريخ كبير مع شالكة ومع ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي، وكمان طبعا ما ننساش مينامينو. مينامينو طبعا بيلعب دلوقتي في ليل الفرنسي، كان اخر محطاته بعد لايبزيج اعتقد كان ليفربول، وبعد كده مشي لعب بقى راح فرنسا، دلوقتي بيلعب في ليل اعتقد فرنسا، هو اهم اللاعبين يعني. انا في الـ في الـ في الجانب الاسيوي ما فيش غير سون بصراحه، هو اللي بحس يعني كواليتي مجموعه صعبه، كواليتي عالمي. متفق انه اسبانيا والمانيا فرصهم الاكبر. طبعا يعني اسبانيا والمانيا، وهي بقى الفكره كلها تبقى في مين اول وثاني علشان يهرب من المواجهات الصعبه في اي واحد منهم. يمكن اسبانيا لا، لكن المانيا تعاني من غيابات، انا اعتقد اللي اعرفه يعني فيرنر اعتقد بس هو اللي غايب، فيرنر وماركو ريوس اللي كالعاده يعني بعد قبل كل بطوله كبيره. ايه باد لك اللي عند ماركو؟ شوف واحد من اعظم اللاعبين الالمان على مستوى الاحتراف، ما طلعش بره بروسيا دورتموند، وعلى مستوى البطولات الكبرى دايما يبقى فيه اصابه. دي حقيقة. قبل البطوله، قبل بطوله كبيره كاس عالم او يورو، تعرف ان ماركو ريوس هيتصاب قبلها بشهر شهر ونص، لازم بيتصاب. حتى لو رغم اصابته اللي كانت في شهر 3 وقالوا انه مش هيلعب كاس العالم، رجع في شهر في بدايه السيزون الحالي واتصاب تاني علشان يمكن تكون السلبيه الوحيده اللي بانت مع بدايه البطوله السنه دي، انها فكره تغيير التوقيت، هي فكره الاصابات الكتيره جدا اللي منعت عدد كبير من النجوم انها تبقى متواجده في ملاعب كاس العالم، وبالاضافه طبعا للنجوم التي لم تتاهل منتخباتها بالفعل للبطوله، بالتالي عندك حجم تقدر تعمل بطوله كاس عالم موازيه بالنجوم والدول التي لم تتأهل. طيب فاصل ونرجع نكمل بقى المجموعة السادسة مع ضيفنا نادر شبانة في السادسة بعد الفاصل، تابعونا.
اهم تصريحات كارلوس كيروش عن خساره ايران بنتيجه 6-2 قدام انجلترا هنعتبرها مباراه تدريبيه والنتيجه يعني ما تهمش. مش قادر افهم يعني مش قادر افهم بصراحه يعني. واعتقد انه الراجل شكله واخد قرار انه بعد البطوله شكرا ايران يعني. واضح ان القرار اصلا بشكل عام يعني نتفق او نختلف مع كيروش، وانا شخصيا بتفق معاه في حاجات وبختلف معاه في حاجات. بس هي القرار ما كانش مدروس. ماكش تتفق بصراحه، لان حاولت ادور على حاجه اتفق عليها ما لقيتش بصراحه. انا الحاجه الوحيده اللي كنت متفق فيها معاه هي فكره انه كان عارف امكانيات اللعيبه اللي موجوده. قناعاته باللعيبه دي اللي كنت مختلف معاه فيها ببعض اللعيبه، وتاثيره المعنوي على بعض اللعيبه وللحد دلوقتي بيعانوا من ده. بس انا كانت مشكلتي الاساسيه في ان الهجوم على كارلوس كيروش تحديدا في مباراه السنغال، انت ما رحتش هناك وفتحت خطوطك ولعبت لعب مفتوح ليه؟ طب ما هو ده ما كانش هيحصل في الوقت اللي اصلا في يعني مش عايزين نخش في تفاصيل الماتش، بس الوقت اللي هو فكر ان هو ينزل زيزو في الشوط الثاني وبدانا. انا هقول لك حاجه نادر، وما اعرفش طبعا دي الموضوع نسبي يعني، لو سالت 10 ممكن تسمع 10 ردود مختلفين، لكن انا من مدرسه انه لو رايح تلعب كوره العب كوره، واحنا منتخب كبير وانا عندي يقين انه الجيل الحالي اللي موجود كورته احسن من اللي احنا بنعاني منه بقالنا 10 سنين، مش مع كيروش بس، مع كيروش وغيره، مش هقول اسماء بس، مع كيروش وغيره. وبالتالي احنا وصلنا مع كيروش لنهائي أمم أفريقيا، وصلنا مع كيروش للمرحلة المحطة الأخيرة من التأهل لكأس العالم، مفيش مباراة قدمها كيروش أقنعتني بيه كمدير فني. أنا بقول لك هي سياسات مدرب أو هي قناعات مدرب بشكل عام. في مدربين، أنا دييجو سيميوني بقى له 11 سنة 12 سنة في أتلتيكو مدريد، آخر 3 سنين دييجو سيميوني بيخسر من طوب الأرض، مش ما بيمشيش من أتلتيكو مدريد، علشان الكورة اللي بيقدمها دييجو سيميوني ما بقتش موجودة. في تطورات وفي حاجات كتير بتحصل في الكوره، دييجو سيميوني ما بيعملش ده. كارلوس كيروش قد يكون ان ده بيحصل معاه. أيوة. بس انا كنت شايف ان كان في الوقت يعني بطوله امم افريقيا اللي احنا وصلنا فيها فاينل، احنا ما كناش نتوقع ان احنا نوصل فيها فاينل، صح ولا لا؟ معاك. ما كناش نتوقع اصلا. مباراه السنغال انت هنا وهناك مع منتخب السنغال اللي هو وصلنا في رقم واحد على افريقيا، منتخب اللي بيقدم مباراه عظيمه دلوقتي قدام هولندا، والمنتخب الوحيد المنتخبات الاوروبيه لما قالت ان يعني لما اختاروا منتخب خارج قاره امريكا الجنوبيه وقاره اوروبا مين المنتخب اللي تتمنى تجنبه، معظم المنتخبات الاوروبيه اختارت السنغال. انت يعني وصلت معاهم 120 دقيقه في الماتشين اللي هناك في دكار واللي موجود في اللي اتلعب في الكاميرون، ومع ذلك خرجت بركلات الترجيح. انا شايف ان هو وصلك لركلات الترجيح وهي كانت ركلات حظ في النهايه. ايوه صحيح. انا يعني ان نتفق او نختلف هي لا يفسد في الود قضيه، بس انا ضد تماما الكلام اللي هو بيقوله ان هي مباراه تجريبيه، مفيش مدرب بيخسر 6 ويقول النتيجه ما تهمش. والنتيجه ما تهمش. خلينا نروح للمجموعه السادسه، بس قبل السادسه عشان احنا كنا بنتكلم على الخمسه وطلعنا الفاصل، ملحوظه صغيره كده وشيء بشيء يذكر، يعني زي ما بيقولوا يعني احنا كنا بنتكلم على كوستاريكا. كوستاريكا اول مره تتاهل كاس عالم كانت سنه 90 مع مصر. اول مره تلعب كاس عالم تتاهل بطوله كانت سنه 90 مع مصر. تاهلت بعد كده كام مره؟ 6 مرات. دي المشاركه السادسه لكوستاريكا في كاس العالم. بس قلت اقول لحضراتكم ايه المعلومه، يمكن ده يغير من الامر شيء، يعني يمكن حد يحس بينا شويه يا جماعه. والله الواحد متألم انه مصر مش في كاس العالم بصراحه، يعني كان نفسنا بجد، كان الجمهور المصري بصوا مفيش نسخه جايه هتروح فيها مهما كان حجم الرحلات والتدفق الجماهيري، ما كنتش هتلاقي جمهور زي اللي كان هيبقى موجود في ملاعب قطر. طيب نروح للمجموعه السادسه نادر، عندنا فيها بلجيكا، كندا، المغرب كمنتخب عربي، وكرواتيا، وصيف البطوله الاخيره. تمام. طيب نبتدي ناخد بس نقرا كده معاك قرايه سريعه طبعا لاهم المنتخبات. منتخب بلجيكا طبعا بقياده روبرتو مارتينيز مدرب فريق ايفرتون السابق، معاهم من قبل 2018 ووصل بيهم سيمي فاينل في 2018، 49 سنه، طريقته ال 3 4 3 المعتاده واللي اعتاد عليها بشكل كبير. قيمه السوقيه 563.20 مليون يورو، متوسط اعمار اللاعبين 27.8 من 10. التصنيف العالمي طبعا هم المركز الثاني، وكانوا مركز اول 3 شهور او 4 شهور ورا بعض لحد البرازيل ان هي اللي خدت المركز الاول. وابرز نجومهم كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي وقائد طبعاً الفريق الاول. دي بروين بقى ولوكاكو وهازارد وكورتوا
وميرتنز ومينيه يعني جيل طبعا جيل تاريخي البلجيكي كان يعني كان لازم يحققوا لقب مع الجيل. صحيح. نروح لكندا المشاركه منتخب كندا من بعيد قوي يعني انا طبعا كندا ما اعرفش اسماء انديتها ما اعرفش شاركوا مره واحده بس استثناء الفونسو ديفيز شاركوا مره واحده اعتقد في الثمانينات اعتقد الثمانينات مره واحده ما شاركوش تاني في كاس العالم من وقتها يعني. صحيح. الفونسو ديفيز طبعا هو النجم الابرز طبعا نجم بايرن ميونخ فلتة ما تعرفش ازاي لعب في كندا ازاي راح كندا بس او ازاي جابوه من كندا اساسا يعني هو اصلا الفونسو ديفيز ليه كذا جنسيه مش بس اختار كندا مع ان معاه جنسيه المانيه برضه الغريب جدا ان هو يختار كندا منتخب يعني كندا منتخب المانيا اصلا عايز باك ليفت ايوه تروح منتخب وليه تروح بعيد كده انت موجود هناك مفيش في المانيا غير جوسنس بس فكان يعني كان الافضل يروح. طبعا مدربهم جون هيردمان سنه 47 سنه بيلعب بطريقه لعب 3-4-3 قيمة التسويقية للمنتخب الكندي 187 مليون و30 اعتقد منهم 100 اساسا لوحدهم لالفونسو ديفيز طبعا. متوسط اعمار اللاعبين 26.9 التصنيف العالمي هو 41 عالميا وطبعا ابرز نجومه الفونسو ديفيز. متهيألي لما كنت بتابع انت عارف احمد حمدي كان محترف في كندا في كندا مونتريال. في مونتريال بالظبط كده لما كنت بتابع اخباره كانوا بيلعبوا في الدوري الامريكي. هو كندا بشكل عام انديه كندا معظمها بتلعب في الدوري الامريكي يعني في انديه زي في بريطانيا مثلا في انديه من ويلز بتلعب في البريمير ليج تمام. فريق مونتريال اصلا اللي بيلعب فيه احمد حمدي منه 9 لعيبه في منتخب كندا 9 لعيبه هو اكتر الفرق اللي موجودين اللي منتخب كندا ضامن منهم لعيبه ما عندهمش لعيبه اصلا تلعب في اوروبا غير افونس ديفيز واعتقد لعيب واحد بس تاني يعني هم طبعاً. دول معظم اللعيبه موجوده في الدوري الكندي او الدوري الامريكي. طيب نروح لمنتخب المغرب الشقيق امالي طبعاً. كبيره جدا ومراهن على المغرب تروح لبعيد في كاس العالم ده يعني اسود الاطلسي بالجيل ده بالكواليتي دي يقدروا ان شاء الله باذن الله يشرفوا العرب ويشرفوا افريقيا في البطوله. منتخب المغرب طبعا بقياده وليد الركراكي دي, بطل. دي خامس مشاركه ليهم تالي نادر خامس مشاركه لمنتخب المغرب بس يعني للاسف ما لهمش في يعني ما تاهلوش لا دي تعتبر السادسه صحابي زمايلي هو بيقول لي لا دي تعتبر سادس مشاركه شاركوا خمس مرات قبل كده ودي 2018 كانت الخامسه سوري 2018 كانت الخامسه لان كان بعد غياب طويل لمنتخب المغرب ما كانش بيشارك في بطوله كاس العالم بعد من 98 ما شاركش منتخب ده بصير صلاح الدين وحجي بالظبط ده كان افضل اجيالهم في طبعًا. الفتره دي يعني افضل النتائج جيل 86 اللي احنا لعبنا معاه هنا نهائي امم افريقيا في مصر في القاهره كان برضو جيل بدو الزاكي وتيمومي وعزيز بودربالا وكان برضو جيل تقيل قوي ما حضرتوش الحقيقه انا كنت لسه صغير انا كنت صغير برضو نادر يعني طيب نروح للمغرب طبعا مدربهم وليد الركراكي بطل تشامبيونز ليج بعد ما كسب الاهلي طبعا 47 سنه طريقه لعب ال 4-1-4-1 القيمه التسويقيه لمنتخب المغرب 251 مليون يورو هو اكبر قيمه تسويقيه في المنتخبات العربيه متوسط اعمار اللاعبين 26.3 والتصنيف العالمي ال 22 وابرز نجومه طبعا اشرف حكيمي طبعا نجم باريس سان جيرمان اشرف حكيمي وحكيم زياش وبوفال لعيبه كتير بصراحه صحيح ودلوقتي اعتقد القيمه التسويقيه بتاعتهم وصلت ل 241 قلت شويه قبل البطوله مباشره طيب نروح لاخر منتخبات المجموعه وصيف البطوله الاخيره كرواتيا طبعا بالسكواد الحقيقه برضو جيل مميز جدا لكرواتيا الحقيقه مش عارف هيقدر السنه دي يكرر الانجاز ولا القصه هتبقى اصعب من السنه من النسخه الاخيره يعني ما اعتقدش الموضوع هيكون صعب معاهم بعد تغيير الدماء انت بتتكلم في راكيتيتش اعتزل دولي مانزوكيتش دلوقتي بقى مساعد مدرب اساسا في منتخب كرواتيا وعدد كبير من اللعيبه لسه شباب بس يظل منتخب كرواتيا يعني طبعًا. يظل عندهم بيريزيتش وعندهم لوكا مودريتش وريبيتش لاعب فريق ميلان الايطالي ايوه طيب نشوف منتخب كرواتيا طبعا مدربهم زلاتكو داليتش ده المدرب اصلا اللي وصل معاهم فاينل كاس العالم الاخير 56 سنه بيلعب بطريقه 4-3-3 قيمة التسويقية 377 مليون يورو ومتوسط اعمار اللاعبين 27.3 والتصنيف العالمي ال 12 وطبعا ابرز نجومهم افضل لاعب في العالم 2018 لوكا مودريتش انا اللي يهمني بصراحة المغرب يعني انا براهن عليهم زيك هل 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 يعني في وجود بلجيكا انا هطلع كندا من الحسابات لغايه لما اتفرج عليها هيبقى الموضوع صعب بشكل عام يعني في مجموعه زي دي كندا تتاهل دي تبقى كره غريبه تمام فهنا المغرب بتنافس واحد من الاثنين كرواتيا او بلجيكا عشان تحاول توصل لدور 16 عندها فرصه مباراه ايه السيناريو الافضل بالنسبه للمغرب
يعني مباراه بلجيكا الاولى دي هي جالهم يعني حطينهم في وش القطر، عارف لو كان اول ماتش كده كرواتيا وبلجيكا ويخلصوا على بعض واحد فيهم ياخد ثلاث نقط والمغرب تلعب كندا تاخد ثلاث نقط تخش المباراه اللي بعدها ومعاه ثلاث نقط الموضوع مختلف، لكن لما مره واحده هلعب بلجيكا اللي هو اصلا بس انا بيتهيالي برضو ان يعني اشقائنا في المغرب استفادوا على الاقل معنويا من فكره انه منتخب مصر لعب بلجيكا قبل البطوله وقدم العرض عمل شو على المنتخب البلجيكي وكسب 2-1. هو منتخب المغرب بشكل عام بعيدا حتى على مباراه منتخب مصر هم عندهم القدره ان هم يقدروا بصراحه ينافسوا سواء بلجيكا او كرواتيا، خصوصا ان سبحان الله كل سنه السنه اللي فاتت كان معاهم اسبانيا والبرتغال في المجموعه السنه دي بلجيكا وكرواتيا فهم حظهم وحش بصراحه في القرعه، ولكن انا براهن عليهم ان هم حتى على الاقل يحققوا نتائج ايجابيه. ومن عمر القرعه دي ما نصفتنا دي حقيقة. مش عارف ليه يعني حتى منتخب مصر في تصفيات كاس العالم دايما لما يجي يعمل لك قرعه يوقعك في اجمد فرقه في افريقيا. دي حقيقه، بس انا يعني انا زيك براهن فعلا عليهم، هم عندهم عناصر مميزه. وليد الركراكي شويه يعني هدى اوضه اللبس، خليل وزيتش كان عنده مشاكل مع نصير متوتر قوي يبدو مع زياش قال لك هعتزل دولي مش هلعب تاني طول ما الراجل موجود صحيح. فدلوقتي وليد الركراكي يعني شويه يعني اضاف الهدوء لاوضه اللبس. اللعيبه كلها معظمها بتحبه، العلاقه ما بينهم قويه، الدعم المغربي سواء من الاتحاد المغربي لكره القدم او من الدوله بشكل عام والاعلام المغربي كل متفقوا على قلب رجل واحد مع وليد الركراكي، عكس اللي كان بيحصل مع خليل يوزيتش. ده ما كانش بيحصل معاه، ده كان بيحصل مع هيرفي رينار بصراحه في 2018 في بطوله كاس العالم. هو حد يقدر يقول على هيرفي رينار حاجه؟ محدش، مفيش اختلاف. الراجل يعني نموذجي يعني غول افريقيا تتمناه في اي يعني نادي او منتخب. الصبح مع الارجنتين ربنا يوفقه عليه. طبعا طبعا، لكن انا برضو السعوديه براهن عليها يعني حتى لو مع يعني مش لازم الرهان يبقى على الارجنتين، لكن مراهن على المنتخب السعودي بينار انه يعني ممكن يعمل حاجه. وهم يعني متاهلين، تاني منتخب في اسيا تاهل بعد ايران على طول، يعني هو تاني منتخب في اسيا. بلجيكا وكرواتيا. بلجيكا وكرواتيا مباراه يعني الاثنين مباراتهم مع بعض هي اللي يعني بالنسبه لي هتكون واضح ان الموضوع المنتخب. معلش اسف نادر، الموضوع مع كيروش تطور ويبدو انه في اشتباكات بينه وبين الجمهور اللي غضبان من العرض السيء والنتيجه السيئه اللي حققها المنتخب الايراني. هو دي مش اول مره خد بالك مع الجمهور، لو تفتكر في ماتش نيجيريا لما خسرنا وراح شاور للجمهور وكان رايح يتخانق مع المشجع وساعتها الموثقين بعده المشجع عنه مشجع مصري وقتها، فهو مشكلته ان هو عصبي مشكلته ان هو يعني لا بس مندفع. ده جمهور مندفع انت بتروح ليه طبعا طبعا الجمهور يا جماعه انت اللي ما ينفعش يعني الجمهور نار لا تلعب بيه ولا تلعب معاه يعني لا لو كنت لعيب لو كنت اداري لو كنت مدير فني ده جمهور محدش يتكلم مع الجمهور. بس هو اصلا تعيين كيروش اصلا نفسه بشكل عام هو بعد ما خرج مع منتخب مصر ما كانش يعني كيروش كان قاعد وساعتها ارتبط بالمنتخب يرجع تاني وارتبط بالاهلي في وقت من الاوقات الحمد لله انه ما وافقش ده الحمد لله. لا بالنسبه للاهلي انا بالنسبه لكيروش كمدرب فرق لا في مدربين كده معمولين يداروا منتخبات بس انا ما كنت لا انا بقول الحمد لله ما فقش يرجع منتخب لا يعني كتر خيره بصراحه لا هو القرار زي ما قلت لك مش مدروس بين يوم وليله ارتبط بالمنتخب تاني يوم الصبح كانوا بيعلنوا ان هو هيتولى قياده المنتخب في كاس العالم كان شيء غريب ده بسبب مشاكل اصلا مع المدير الفني السابق بس الحقيقه مش متذكر اسمه مع الاتحاد الايراني وكان ساعتها كان يعني كانوا بيطلعوا في الاعلام هم يعني الجانبين بيقولوا كل الكلام على بعض لا وكمان يعني هو 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 اجريسيف شويه حتى دي طريقه انفصاله عن سواء كان في اخطاء مقصوده كانت او غير مقصوده طريقه يعني فك الارتباط زي ما بيقولوا ما كانتش بالشكل الامثل يعني كان يجب ان ده يتم بشكل احسن من كده. طب ارجع تاني لبلجيكا وكرواتيا. كرواتيا بلجيكا الحقيقه فريق او جيل تحديدا في كل بطولات سواء كان قاريه او كانت عالميه دايما من الفرق المرشحه. لما تيجي تبص سكواد تكتشف انك عندك مجموعه من اهم اللاعبين في كل المراكز من اول حراسه المرمى لغايه راس الحربه رص زي ما انت عايز اختار، لكنه مشكلته انه ما عندوش شخصيه البطل. دي حقيقه. معظم الجيل ده معظم الجيل او اغلبيه الجيل ده نادر يمكن تكون البطوله الاخيره بالنسبه له. لا دي حقيقه. هل تعتقد انه ده يكون حافز دافع يخلي بلجيكا موجوده في الصوره ولا ما تعتقدش انها ممكن تحقق احسن من البرونزيه اللي حققتها في روسيا 2018؟ هم يعني انا وجهه نظري ان هم كانوا في 2018 افضل من فرنسا حتى لحد ما وصلوا سيمي فاينل المنتخب بعد الريمونتادا اللي عملها قدام اليابان بعد كده بيخرج البرازيل المرشح الاول للقب 2018 وقتها
بعد كده بيلعب قدام فرنسا بيخسر بهدف واحد بتاع سامون أومتيتي وكان افضل بشكل عام على مدار المباراه حتى في الكره غداره دي حقيقه غداره وفرنسا وصلت فاينل انا بالنسبه لي يعني من اضعف نسخ الـ الابطال بشكل عام في اللي انا اتفرجت عليهم في كاس العالم كان منتخب فرنسا 2018 يعني انا عن نفسي ما بحبش دي ديشام كمدرب رغم ان انا راجل بشجع يوفنتوس ورغم ان ديشام اسطوره بالنسبه لليوفنتوس بس ديشام عنده مشاكل كبيره ومحظوظ اكتر من ساوث جيت اللي انت لسه قايل عليه دلوقتي بالجيل الحالي لمنتخب فرنسا يعني اللعيبه اللي مش موجوده اصلا في الجيل الحالي مختلفه تماما يعني ابرز بكتير من اللعيبه اللي موجوده بس يعني نرجع لمنتخب بلجيكا هو يعني اللي ظهر في مباراه مصر واللي ظهر في المباريات الاخيره في دور الامم الاوروبيه او في المباريات بتاع التصفيات بتاعت منتخب بلجيكا عندهم بيعانوا على مستوى المعدل الاعمار اللعيبه بتكبر محدش يصدق ان هازارد دلوقتي عدى ال 32 سنه روميلو لوكاكو داخل في 30 سنه ولوكاكو كمان بالمناسبه مش هيلعب اول ماتش وممكن تاني ماتش كمان بسبب الاصابه هو ما بيلعبش مع انتر بقاله شهرين يعني الامل الوحيد في كيفن دي بروين كاراسكو خصوصا اصلا يعني الفتره اللي فاتت دييجو سيميوني كان بيلعبه في اكتر من مكان لحد ما نساك كوره اساسا هو لعيب كبير طبعا لعيب طبعا عالمي ما استحملش حتى يقعد في الصين لما راح الصين ما كملش سنه وما استحملش ورجع لا هي الصين دي كانت يعني طلعت موضه بس يعني كده بس حاجه كده ورجع تاني بس بس هو لعيب امكانياته يمتعك يعني دي حقيقه جدا يعني في 2016 كان هيجيب تشامبيونز ليج في الاتلتيكو مدريد بس لولا طبعا سيرجيو راموس والنص اللي كان له زي ما عمل مع صلاح مع اللعيبه كلها طبعا داريس ميرتنز واحد من الهداف التاريخي لنادي نابولي اتنقل في الصيف اللي فات لفريق جالاتا سراي بعد ما عقده خلص بيكبر في السن فالجيل ده لو مولييه نفس الحكايه برضو توماس مولييه دي حقيقه اكسل فيتسل اللاعب الوسط وزي ما قلنا في البدايه فيرتونغن واردر فيلد والمنتخب نفسه بشكل عام ملوش ملايين يعني مع يعني مارتينيز. انا هقول لك نظرتي الموضوعيه للفرقه دي كلها نجوم صحيح كلها اسماء كبيره بس بشوف انها واقفه على عمودين رئيسيين تيبو كورتوا في حراس المرمى وكيفن دي بروينة في نص الملعب دول الاثنين اللي تقدر تقول عليهم فت ويشيلوا فرقه وليهم ادوار كبيره جدا سواء دي بروين مع مان سيتي أو كورتوا مع ريال مدريد دي حقيقة أنا متفق معاك في الجزئية دي خصوصا كمان مع تراجع مستوى إيدن هازارد واحد من آخر 11 ماتش مع ريال مدريد لعب 70 دقيقة بس لا وباين كان باين في ماتش مصر وزنه زايد جدا واللياقه طبيعي يعني ده تيري هنري كان قاعد بره جنب روبرتو مارتينيز فت عنه فت ممكن يبقى معتزل بقاله أكتر من 7 سنين فالوضع بصراحة كان صعب بالنسبة لهازارد روبرتو مارتينيز طلع دافع عنه وقال ان هو مع منتخب بلجيكا ليه ادوار مختلفه وهو قائد واللعيبه كلها واثقه فيه في ان هو يقدر يقدم في 2022 كاس عالم كبير انا شخصيا مش شايف ان منتخب بلجيكا هيذهب بعيد يعني حتى لو اتأهل من دور المجموعات ما اعتقدش هيوصل لبعد كده خليني اروح لكرواتيا تمام كرواتيا شايفها ازاي بيتكلم على وصيف صحيح جيل برضو على فكره كاس العالم ده يكاد يكون نقله بين جيل يعني الجيل الجاي اللي هيلعب 26 هيختلف تماما عن الوجوه اللي احنا او معظم الوجوه اللي احنا بنشوفها في كتير من اللعيبه اللي بتلعب النسخه دي مش هتظهر في النسخ الجايه لو منتخباتها تاهلت يعني يكفي القول ان فيرجيل فان دايك ده اول كاس عالم ليه وهو عنده 32 سنه وطبعا بقى منتخب بلجيكا ومنتخب كرواتيا نفس الكلام السنه الكاس العالم اللي جاي ده هيظهر بقى جودي بيلينجهام ظهر النهارده اهو ده اللي هيظهر بقى بشكل هيكون نجوم بقى ساعتها ده بيقول لك قبل البطوله قبل كاس العالم بروسيا دورتموند عايز انا قريته 150 مليون ما اعرفش وصلوا 200 يعني يبقى في الساعتين اللي فاتوا دول هم وصلوا خلاص ال 200 صحيح طب المباراه المفتاحيه للمغرب سريعا قبل ما اخدك للتوقعات بقى لو من مباراه بلجيكا يعني ان هو يخرج يعني اتفق انه كندا هتستقبل من الثلاثه اعتقد اعتقد طبيعي يعني طبيعي يعني طبيعي تعمل حاجه يعني فكرواتيا ولا بلجيكا اقرب لانه المغرب تطلع على حساب هي المباراه الاولى هي اللي هتحدد لو خرج بنتيجه مغرب بلجيكا بنتيجه ايجابيه قدام بلجيكا لو حتى خرج بنقطه منتخب المغرب اعتقد بنسبه كبيره يتاهل هيتاهل ان شاء الله طيب تعال نشوف الكمبيوتر التوقعات عمل ايه في المونديال 2022 ونشوف مين المنتخبات اللي شاف ان هي الاقرب لتحقيق اللقب في المقدمه زي ما العالم كله شايفها وان كانت دايما البرازيل خداع يعني كلنا شايفين انها في احسن احوالها وفي احسن مستوياتها وفرقتها الحقيقه مليانه ومدججه بالنجوم اللي كلهم عناصر فارقه مع فرقهم وانديتهم لكن محدش يضمن البرازيل لكن الكمبيوتر اختار البرازيل في المركز الاول بنسبه 12.5%
في المية. في المركز الثاني بقى جت هولندا. مفاجأة دي، مفاجأة كبيرة، خصوصا انها النسبة بينها وبين البرازيل ما هيش كبيرة قوي، يعني كان ممكن تبقى هي اقرب كمان من البرازيل، لكن جت في المركز الثاني بنسبة 11.68%. في المركز الثالث حمل اللقب فرنسا 10.66%. في المركز الرابع الارجنتين، وهي برضه واحده من الفرق اعتقد انه ميسي السنه دي يعني مش هيرحم، ميسي السنه دي ممكن تشوفوه يعني في حاله ما شفتوهاش لا في الشامبيونز ليج ولا في قال الكلام من ده من ربع ساعه بالظبط. تصريحاته قبل الحلقه على طول، قبل ما كنت اطلع معاك كانت تصريحاته في المؤتمر الصحفي لمباراه السعوديه، قال ان دي فرصتي الاخيره وما اعتقدش ان انا اقدر اتنازل عنها انا او زمايلي في الفرقه. صحيح. في المركز الرابع كانت الارجنتين، في المركز الخامس اسبانيا، في المركز السادس المانيا، في المركز السابع انجلترا، في المركز الثامن بلجيكا، واعتقد انه الترتيب منطقي باستثناء هولندا اللي كانت بالنسبه لي مفاجاه. في التاسع جه البرتغال، العاشر الدنمارك، ال11 الاوروغواي، ال12 كرواتيا، ال13 بولندا، وبولندا دي برده مفاجاه انها تخش في المركز 13، 14 امريكا، 15 المكسيك، 16 سويسرا، لغايه دلوقتي ما ظهرش لا منتخب عربي ولا منتخب افريقي. ها ابتدت تبان او تهل البشائر. 17 الاكوادور، 18 صربيا، واول منتخب افريقي بيظهر معانا في المركز 19 هو السنغال، ثم ويلز في المركز 20، المغرب في المركز 21، واليابان، ثم كندا، ثم كوريا الجنوبيه. متفق مع التوقعات دي؟ يعني هو متفق شويه، بس تاخير مركز منتخب البرتغال ان هو يبقى التاسع. مين ترشحه يا نادر البطوله السنه؟ برازيل. انا ما بشجعش البرازيل بس لا، برازيل حاجه تانية. صحيح. الجيل الحالي كمان ده مرعب. مرعب في كل خطوط، وايا كان البطل وايا كانت المباراه النهائيه، في ماتشين انا بحلم بيهم، ماتش يجمع بين البرتغال والارجنتين، وماتش يجمع بين البرازيل والارجنتين، واحد من الماتشين دول يكفيني بصرف النظر عن موقعه في البطوله. بشكر نادر شبانه اللي شرفني النهارده في سادسه، شرفتنا، ونتمنى ان شاء الله باذن الله البطوله مع الايام. اعتقد ان البدايه مبشره، يعني فيها كوره، فيها اجوال، فيها متعه، فيها اثاره، فيها نديه. لا ما فيهاش نديه قوي، فيها يعني بقدر فيها متعه وسرعه وفي كوره، في كوره. اتمنى بشكل اكبر كمان في مباريات بكره وبعده لما الارجنتين وفرنسا والبرتغال يبداوا يلعبوا. صحيح صحيح. نورتنا نادر، مشكورك، شكرا حبيبي. جزيلا حبيبي، وبنشكركم على المتابعه، وهنتابع مع حضراتكم الايام اللي جايه. البطوله لسه بتبتدي، وان شاء الله باذن الله قدامنا مونديال يكون اكتر من رائع واكتر من ممتع. بشكركم على المتابعه، وعلى كل خير دايما، نتقابل في السادسه.